السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو فرض اللغة العربية. إذا كيخص المرحلة الثالثة المستوى الخامس ابتدائي. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفو الشكل وفهم المقروء. بالنسبة للامتحان فهو محيّن بطبيعة الحال. إذا بالنسبة للنص، إذا الاختراع يتحدث عن الاختراع. الاختراع هو عملية ابتكار لشيء جديد لم يسبق لأحد الإتيان به من قبل، ويتم ذلك عن طريق تجميع المعلومات أو الأشياء في سبيل الحصول على شيء يخدم العالم والبشرية. إن معظم عمليات الاختراع تتم عن طريق الصدفة، حيث تقع حادثة معينة ثم يقوم العقل البشري بإدراك الحادثة ويحصل على إلهام لشيء معين. إذ إن العقل البشري بالفطرة مخترع، وإدراكه للصدفة أو الحادثة التي وقعت تحفزه لدراسة الموضوع وبناء الفرضيات والحصول على ابتكار جديد يغير العالم، حيث تساهم الاختراعات في تحسين حياة الأفراد والنهضة في جميع المجالات مثل المجال الاجتماعي والاقتصادي والصناعي، مما يؤدي إلى صنع فرص عمل جديدة ناتجة عن عملية الاختراع. إذا هذا هو النص، يتحدث بطبيعة الحال عن الاختراع. إذا فرضا إذا طلبوا منا أننا نديروا عنوان مناسب للنص، غادي نقولوا الاختراع، ناخذوا كلمة الاختراع ونحطها كعنوان. إذا بالنسبة للسؤال الخاص بالشكل، أشكل ما كتب بخط مضغوط في النص. إذا عندنا الجملة إن معظم احتل لشيء معين، إذا هذه هي الجملة اللي طلبوا منا أننا نشكلها. إذا إن معظم عمليات الاختراع تتم عن طريق الصدفة، حيث تقع حادثة معينة ثم يقوم العقل البشري بإدراك الحادثة ويحصل على إلهام لشيء معين. إذن هذا هو الشكل بالنسبة لطبيعة الحال الجملة. إذن نمر الآن إلى أسئلة الفهم. نبدأ بالسؤال ألف، أضع عنوانا مناسبا للنص. إذن كما قلت لكم، بالنسبة للعنوان المناسب نديروا الاختراع، الاختراع أو مفهوم الاختراع، مفهوم الاختراع. نمر الآن إلى سؤال ب، ما دور الاختراعات في حياة الإنسان؟ بطبيعة الحال بالنسبة للاختراعات، إذا لاحظوا معي، إذا فهي تساهم، إذا تساهم الاختراعات في تحسين حياة الأفراد والنهضة في جميع المجالات. إذا هذا هو الجواب، لأن في الفقرة الأولى عندنا التعريف ديال الاختراع، وفي الفقرة الثانية إذا الهدف ولا الدور ديال الاختراع في حياة الإنسان. إذا بالنسبة هنا لتعريف المجالات، المجال الاجتماعي الاقتصادي إلى آخره. إذا غادي نكتبو تساهم، إذا كجواب تساهم الاختراعات في تحسين حياة الأفراد والنهضة في جميع المجالات. إذا هذا هو الجواب ديال السؤال. هذا اللي طلبوا منا أننا نشوفوا ولا نحدوا الدور ديال الاختراعات في حياة الإنسان. إذا الآن غادي نمروا السؤال الموالي، إذا المعجم، أنجز خريطة كلمة بناء. إذا خريطة الكلمة نوعها، إذا نوعها اسم، اسم،
معناها البناء هو التشييد، تشييد تشييد أو صنع تشييد. بالنسبة لضد الكلمة هدم، هدم هدم. السؤال الموالي، آتي بأضداد الكلمتين الآتيتين. إذن غادي نحدو ضد كلمة جديد، إذن جديد ضدها قديم، جديد ضدها قديم. إذن نقول هذا الشيء جديد أو هذا الشيء قديم، إذن جديد ضدها قديم. تجميع، إذن ضدها تفريق، تجميع الشيء أو تفريقه أو توزيعه، تفريق أو توزيع، توزيع كذلك، توزيع توزيع. إذن كذلك تعتبر صحيحة. أبحث في النص عن مرادف كلمة تشجعه، إذن كلمة تشجع، إذن هذا المرادف هذا خصنا نستخرجه بطبيعة الحال من النص. إذن لرجعنا النص، إذن عندنا الكلمة تحفزه، إذن تشجع أو تحفز. إذن التشجيع، إذن مرادفه التحفيز، التشجيع مرادفه التحفيز. إذن الكلمة تحفزه، إذن بطبيعة الحال تعتبر إذن مرادف لكلمة تشجعه. إذن تشجعه غادي نديرو كمرادف تحفزه، تحفزه تحفزه. إذن بطبيعة الحال هادو هما الأسئلة اللي طلبوا منا أننا بطبيعة الحال نجاوبوا عليهم بخصوص الشكل وفهم المقروء. إذن أسئلة سهلة جدا، إذن بطبيعة الحال ما خصناش نضيعوا فيهم النقاط. إذن نخليكم مع الشكل ديال النص بطبيعة الحال ومع النص، ونتلاقاو إن شاء الله فيديو جديد دائما مع تتمات فرض اللغة العربية اللي كيخص المرحلة الثالثة المستوى الخامس. إذن في الفيديو اللي جاي إن شاء الله غادي نشوفوا التراكيب، وعدنا كذلك صرف وتحويل. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.